طيب معنا عبر الهاتف الآن أستاذ إيهاب منصور، عضو مجلس إدارة والمشرف على الكرة بنادي أسوان. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور كابتن كريم، أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ الحمد لله. أخبار سيادتك إيه؟ أنا كنت بتكلم من شوية إن أسوان في الثلاث مباريات رغم النتائج السلبية، رغم الخسارة في الثلاث مباريات، بس إحنا ما شفناش فريق مهلهل، ما شفناش فريق فنان عنده مشاكل ضخمة وكبيرة، فتفاجأنا بعض الشيء النهاردة برحيل الكابتن ربيع ياسين. طبعا انا اولا قبل ما اتكلم انا بشكر الكابتن ربيع ياسين والكابتن هيثم عرابي تعبوا معانا من فتره الاعداد وتكوين الفريق، وعملنا فرقه يعني من لعيبه كبار في الدوري الممتاز. طبعا النتائج دي توفيق من عند ربنا، وانا مش عايز اقول يعني الكابتن ربيع عمل اللي عليه وزياده، و النتيجه دي طبعا دي حاجه بتاعت ربنا يعني طيب ما هو يعني تاني اللي بيعمل عليه وزياده، وان انت كمجلس اداره شايفه ان هو عامل اللي عليه وزياده، في زي ما حضرتك قلت التوفيق بتاع ربنا، التوفيق ده ممكن يتغير بعد كده. انا افهم انه مدرب ممكن يمشي لو انت فعلا شفت ان هو عنده تقصير في بعض الامور، عنده مشاكل فنيه، صح؟ بالظبط. لماذا رحلك كابتن ربيع ياسين؟ لا كابتن ربيع هو اللي قدم الاعتذار، هو اللي طلب. طبعا لا 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 ما حدش مشى. هو تقريبا يعني احنا بعد المباراه عملنا اجتماع مجلس اداره، عرفنا ان كابتن ربيع يعني اجتمع باللعيبه بعد المباراه وقال لهم ان انا بتمنى لكم يعني فرصه ثانيه مع مدرب ثاني وفي كذا وكذا. فالكلام طبعا يعني هز المجلس شويه كده، فاتصلنا بالكابتن ربيع وجبناه عندنا في النادي في المجلس. كابتن ربيع طبعا يعني احنا انت راجل تعبت مع الفرقه وانت اللي عملت وانت اللي كذا وكده. هو قال يعني انا مش هقدر اكمل لان برضه ظروف الفرقه، ممكن انا تعبت وعملت واشتغلت وعملت كل حاجه. ولكن ده التوفيق بتاع ربنا يعني، فانا يعني انا مش موفق يعني، فاهم ازاي؟ جايز ممكن حد غيري يعني ممكن هو اللي بقى موفق يعني. يعني النهارده انا عملت فرقه كويسه فيها لعيبه كويسه، اي مدرب النهارده هتعرض عليه اسوان هيتشرف ان هو هيجي ويرحب قبل ان هو يجي اسوان. صحيح. فانا شايف يعني الحظ مش معايا يعني، معلش يعني انا عملت، واحنا شايفين يعني الراجل تعب وعمل اللي عليه وكان تفكيره ازاي، وفتره كان عصبي ازاي من كتر التفكير وبيرجع كان يعني، احنا شفنا الضغط بتاعه والضغط النفسي يعني، احنا نفسنا كان بيصعب علينا كابتن ربيع، كنا بنروح له على طول دايما ونقعد معاه ونقول له يعني اهدى وحكي الدنيا هتمشي، لان الراجل كان ماخد الموضوع على اعصابه جامد يعني، وشفنا التعب اللي هو والشغل اللي هو عمله. صحيح. لكن هو طبعا دي كانت دي رغبته، سواء هو او الكابتن هيثم عرابي طبعا. طيب ليه بقى هيثم عرابي مشي؟ انا افهم ان كابتن ربيع ياسين مشي عشان هو غير موفق، لكن هيثم عرابي مدير رياضي هو اللي كان شريك او مكون لهذا الفريق مع كابتن ربيع كضم لاعبين، ليه هيثم عرابي مشي؟ وانا سمعت له تصريحات ان هو كان نفسه يكمل التجربه دي. لا هو طبعا هو كابتن هيثم نفسه يكمل التجربه، بس هو قال انا يعني شايف برضك يعني حظي زي كابتن ربيع يعني، انا شايف برضك ان انا بدات يعني ايه يعني اوصل لمرحله يعني هو بدا يحكي ده يعني، طول ما هو قاعد حاسس ان مش هيحصل فيه فوز، مش هيحصل يعني، هو الراجل يعني عايز يبرأ يعني نفسه من الموضوع يعني، عايز بيقول يعني مش عايز اقول لنا يعني ايه يعني، لا انا حاسس يعني ان انا معاكم الفرقه مش هتفوز يعني، فاهم ازاي؟ لكن هو الراجل عمل كل ما في وسعه يعني، الراجل يعني ليه طبعا شكر كبير لان احنا شفنا تعب وشفنا كان مجهوده وكان بيعمل ايه مع اللعيبه وعشان يجيب اللعيبه ويعني لا كمان ده يعني شكر خاص للكابتن هيثم عرابي الصراحه يعني. مين المدرب البديل يا فندم؟ مين الاسماء المرشحة؟ لا والله لسه، والله لغايه دلوقتي ما فيش حد، في عرض، في واحد واثنين وثلاثه وممكن خمسه يعني. لكن في مجلس الاداره ولجنه الكوره لسه بنفاضل يعني مين فيهم يعني، كلهم طبعا هم مدربين كويسين. هيبقى من كلهم الاسماء، كلهم مدربين اسماء فندم، هيبقى من الاسماء اللي ضربت اسوان قبل كده؟ ممكن كابتن عماد النحاس. لا لا ما فيش اسماء والله قد يعني، فاهم ازاي يعني؟ بس انتوا مايلين لاسم يكون من المدربين اللي اشتغلوا مع اسوان قبل كده.
لا هو انت هو مش اسم مميز لاسوان، انت عايز واحد يكون عارف ظروفه. معلش احنا برضك ظروفنا الماديه بتمنعك انك انت يعني يكون عندك وسع في الاختيار. فدي دايما انت بتدور على اللي هو هيقدر يتكيف معاك، او هو اللي حاسس بظروفك، او هو اللي عاوز يعني عايز يجي اسوان عشان يعمل حاجه يعني لاسوان، او يعمل حاجه لنفسه او الكلام ده. لكن حكايه الماديه دي هي دي اللي مأخرانا، الماده هي اللي مأخرانا شويه. مفهوم. طيب استاذ ايهاب منصور، عضو مجلس اداره نادي اسوان والمشرف العام على الكره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات. بالمناسبه الكابتن عماد النحاس هو الاقرب يعني او الاسماء او من اقرب الاسماء المرشحه لتدريب نادي اسوان الفتره اللي جايه، عشان كده سالته هل هو من الاسماء اللي دربت اسوان قبل كده، فابتسم وضحك عشان هو الكابتن عماد فعلا الاقرب. وان كان طبعا هو المح لفكره انه تعرفين كابتن عماد النحاس يعني دلوقتي من الناس اللي مرتباتها كبيره في الدوري المصري، فهل هو بقى يتنازل على جزء من مرتبه عشان يقدر يدرب اسوان ولا لا؟ دي مفاوضات اكيد شغاله دلوقتي بين نادي اسوان وكابتن عماد النحاس.